ونكال يعني جعلناها نكالا. النكال احنا نفهمه انه الايه؟ العقوب والتنكيل. لكن العقوبة انما تنشأ عن تجريم، لان يقول انك انت لا يمكن ان تعاقب الا اذا جرمت. تعاقب ليه؟ لازم عمل جريمة. طيب ومين اللي يقول الجريمة؟ ولا تجريم الا بنص. يبقى قبل ما تعاقب لازم تجرم، وقبل ما تجرم لازم تنص تقول دي جريمة. ما تجيش لواحد تعاقب تقول لا ده دي جريمة، نقول لك أين القانون الذي قال أن هذه تشكل جريمة؟ يبقى قبل كده عشان الناس تبقى على بينة من أمر سلوكها، فلا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. لازم يوجد إيه؟ يوجد نص. طيب ما دام ما فيش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا إيه؟ إلا بنص. يوم لما تشرع العقوبة، شرع العقوبة كما قلنا ليس معناه أنها تقع الجريمة، ده شرع العقوبة معناها أن خافوا العقوبة فما تعملوهاش. لكن إذا صنعت بالفعل نبقى نوقع العقوبة ولا ما نوقعش العقوبة؟ توقع العقوبة. طيب ساعة ما تقع العقوبة ويراها الغير، تقوم تقول ده تقنين، ما هوش لعب، ده اللي يعمل جريمة سيعاقب هذا الايه؟ العقاب. تقوم تجعله غيره لا يفعله، يبقى فيه نكول. نكول يعني امتناع عن الفعل. يبقى العقوبة على جريمة حين تقع تمنع ان تقع جريمة اخرى ممن رأى العقوبة واقعة بالذي اجرم اولا. ومنه النكول في اليمين، واحد يحلف يمينا ثم يرجع فيه. يبقى نكالا لما بين يدي، يعني جعلنا المسخ كردة والعملية دي عقوبة وعبرة، بحيث حين يراها الموجود الآن ينكل عن الجريمة ما يعملهاش، وتكون عبرة وعظة لمن يأتي نكالا لما بين يديها، يعني الموجود الايه؟ المعاصر. وما خلفها يعني اللي يجي بعده. وما خلفها وموعظة للمتقين، يعني كأنها عظة أيضا علشان الناس تفتكر إن فيها عين ساهرة على القيام على حدود الله. فنعظهم نقول لهم إياكم أن ترتكبوا جريمة، لأن في عقوبة لهذه الإيه؟ الجريمة. فقوا نفسكم إيه؟ شر العقوبة هنا في الدنيا وشر العذاب في الإيه؟ في الآخرة.